زيارة هنايا في ولاية تندوف لنوقف على مشاريع اللي راهي تنجز هنا في ولاية تندوف، وعلى رأسها طبعا مشروع السكة الحديدية لينقل المنتوج المنجمي من كراج بلاد تندوف إلى غاية بشار، ومن ثم إلى الموانئ شمال البلاد. شوفوا هنايا بلي كاين عدة ورشات مفتوحة، وطمنا على المردود الأشغال اللي راهي قايمة، وشفنا كذلك باللي الشركات راهي حاطة كل العتاد اللازم والتموين تاع كل المشروع، مما حتى الصفقات لاستوراد السكة الحديدية وكل ما يدخل في المشروع هذايا. العتاد كما قلت راه في المشروع، والمردود هو حسب ما هو مخطط أصليا في الصفقة، ولهذا احنا يخلينا نتفائل وباش هذا المشروع سيسلم، لما قلش قبل الأوان نقول في الأجال المحددة أصليا. قمنا بزيارة في المطار وشفنا بلي هذا المدرج هذا اللي راح ينجز راه أولويات عندنا حنايا في القطاع، لأن هذه المنطقة راهي ولات كما كنت نقول قطب صناعي ومنجمي، اللي راح تخلي الحركه لهنايا المروريه تكثر، سواء على الطيران ولا على المرور الطرقي، ولهذا هذه المشاريع هذه لازم نكون نسرع في انجازها، لان راح يتطلب لكل الاستثمارات اللي راح تنجز هنايا في هذا المنطقه. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.